كتير كان مسالم وكتير طب كان قلبه كونك طيب، شفتي كل ما شيء، قدر يحارب. كونك شفت كل شيء وشفت الزواريب الضيقه تبع المهنه وشفت المحاربات كلها سوا، اليوم وقت تصير المحاربات تجاه ليليان نمري ما فيها لك هيدي تتوقع طلعت هاي الخبريات من هلا من كم سنه، اي محاربات ما في حدا ليلو ناجح ما بيحاربوه يا خي. ايه بس شو بيحاربوا؟ اكثر شيء بيحاربوك بالغيره، بيحاربوك انه يقطعوا لك رزقتك، مقاطع الارزاق من الاعناق. ما الله شايف ما في حدا انقطع لي رزقتي إلا ما الله أخذ لحقي منه. يعني حاربوك؟ مش هي ما اسمه محاربة. محاربة بيحاربوا. إيه في فترة حاربوني 7 سنين قعدت بيتي. في بتحس في كان في محاربة قوية بس ما بحكي فيها، يعني أنا من هول. ليه ما بتحكي؟ ما بتحطيها على حالك ولا ما بيهمك؟ النوع اللي ببين إنه أنا المظلومة، أنا كفحت، أنا تعبت، أنا تمرمغت لبنيت اسمي، أنا تعذبت. اليوم اول شيء انا ياما اكون بالتصوير اسمع المسبب دينتي، فوت على الحمام ابكي واجي اكمل تصويري كانه ما في شيء. انا اقوى من هيك بكتير. اليوم اول شيء ليش غايبه عن انا بنبسط بس يصير هيك، بعرف قديش حرقت لهم قلبهم. ليش غايبه عن المقابلات ليلو؟ لا انا مخففه من ورا السوشيال ميديا، عم بحكيك بكل صراحه. لانه اللي عم بيصير على السوشيال ميديا كتير 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 مخزي ومخجل وبيزعلك، يعني مش بس علي، يعني انت بكون في معك حدا كتير مهم عامل معه مقابلة، بفوت بقرا التعليقات بصير ببكي. يا عمي اذا ما بتعرفوه لهيدا الشخص ليه عم بتبهدلو فيه؟ ليه عم بتهينوه؟ صار الموضوع مستباح، مين ما كان بفوت ببهدلك لا بيعرف تاريخك، يعني تيجي بتطلع بقول انا. طب حتى المواقع اللي هن مسؤولين عن هالمحطة اللي انت طالع فيها بمقابلة، طب ما بيشوفوا التعليقات؟ طب ما انت شكر ربك. بس مش حرية تعبير؟ لك ايه بس لما بيكون في اهانات يعني مفروض ينشالوا برأيك؟ اكيد مفروض ينشالوا. لما المحطة تلفزيونية بتترجيك جمعة لتجي انت على مقابلة لعندها، طب على القليل تردلك هالمبادرة وهالاحترام انك طلعت وضيعت نهارك وتكلفت. ونحن بلبنان ما بنقبض على المقابلات، مع انه بقانون النقابة لازم تقبض. يعني كل شيء انت عم تقدمه بحب لهالمحطات، لانه انا بالنسبة لي بعتبر هالمحطات هي بيوتي. كيف يعني بيقبلوا؟ يخي اوقات بينشتموا مذيعاتهم، بينتهكوا عرض مذيعاتهم، كيف بيضلوا التعليقات؟ طب ما في كرامة بالدق؟ ما في أصول؟ يعني أنا من بعد هلا رح بآخر بصير 57 سنة بمثل، بيجي واحد ما في معروف قرعة بيو من وين يبهدل بتاريخي لأنه أنا قلت شي بالمقابلة مش من رأيه؟ يا رالف لهالقد وصلت، يعني شو هالسقي؟ ما بقى في احترام للناس. انا لما بكون في ممثل مخضرم ولاقي حدا عم بيقول له كاتب له تعليق ولك ببكي انا، انه هيدا المخضرم، هيدا الانسان الكبير اللي تعب عم بيهنوه او عم بي ايه لا وطالع طالع خاصة لما يكونوا اكاونتات في جيش فيك. هلا في جيش عم بيلغوا لنا تاريخنا وعم بيلغوا لنا الدراما، ونحن ما بطلنا شيء، نحن كأنه ما حدا، نحن كأنه كل هالجيل القديم اللي بني تلفزيون لبنان وأمجاد تلفزيون لبنان والدراما اللي غزيت كل التلفزيونات العربية. تلفزيون لبنان أول تلفزيون ببث بالألوان سنة 60. كبار الفنانين ما بدي أذكر أسامي انطلقوا من تلفزيون لبنان من العالم العربي. بيجي مع حدا هيك بيزد كلام وبينكر تاريخك وبينكر أصلك وبينكر تلفزيون لبنان وبينكر الدراما وبينكر الأمجاد اللي عملناها وبينكر رشيد علامة والأعمال التاريخية اللي غزيت كل التلفزيونات. كيف هيك؟ لأنه ما في ثقافة، لأنه ما بفوتوا بيقروا. لو بفوتوا بيقروا عن تاريخ لبنان ما هني بتعرف شو بفكروا الثقافة إنه قراءة. لا الثقافة مش قراءة، ثقافة إنك تتعلم ثقافة وحضارة وتواريخ الشعوب. حتى انت اذا بدك تتعاطى مع حدا من اي بلد تعرف كيف تتعاطى معه، تعرف شو تاريخه وكل شيء. ليش قال من زمان انه الواحد قد ما فيه يتعلم لغات قد ما قدر؟ اذا انت ما بتعرف لغة هيدي البلد
كيف بدك تعرف تتعاطى مع شعب تتحاور تتعرف تتحاور معه كيف بدك تشتغل مع هيدا الشعب صح كيف بدك تتعاطى مع هيدا الشعب بحياة عمرنا ما فتنا لهن بلد ولهن ممثلين ولا نكرنا تاريخ حدا ما منطلع نحن سخفة إذا بدنا ننكر تاريخهم ليلو بس ليه بيفوتوا بينكروا لنا تاريخنا بهالسنتين سبع أعمال انعرض عليك رفضتيهم كلهم ما بحب كلمة رفض اعتذرت اعتذرت ليش لأنه بتجي تطلع بتلاقي أنه أنت آخر هذا كتير بزغزغ العيون بحس حالي كل ما أطلع فيه بحس حالي كأني دغت أنت أصلاً حاططهم لزغزغ عيون تدوخي فيه لدوخ فيك لا لقلك شو أول شيء بتوصل أنت لوقت أنه أنت قدمت كذا عمل تعتبر يعني أنا بكره كلمة بطولة لأنه أصلاً كل المخرجين بيعرفوا دايما بقول الكلمة اللي قال لي اياها بي ما في دور كبير ودور صغير في ممثل كبير وممثل صغير يعني ما بيهمني كبر الدور بس انه يوصل لك ادوار ابدا يعني بتكسر لك كل شغلك ماديا ومعنويا وكل شيء ما كانوا مناسبين يعني ونعرض علي اعمال من اللي عم ينعملوا بتركيا كمان ما لقيت حالي يعني انا كل عمري ما عملت حتى دوبلاج ما بلاقي حالي ما بتحب الأعمال يعني قصدك التركية المعربة لا أنا ما لقيت حالي إنه أنا روح أدي دور حدا عامله بدي أعمله طبق الأصل يعني هني بيجبروك تعمل نفس الشيء ما تكوني عم تاخدي راحتك يعني بالدور أو تزيدي الشيء لا بس ما يعني أنا صرت ما عدت ممثلة هون أنا صرت مقلدة مؤدية عشان هيك بتشوف بعض الأعمال في ناس عم بيطلعوا مش هني سوري يعني ما عم بتحبي الدراما التركية المعربة ليك عم حب مش انه ما عم بحبه انا ما يعني اللي بيطلعوا قدامي بشوفهم المشاهد بس قصدي الممثلين ما عم بيطلعوا حقيقيين اغلبيتهم لانه بتحس انه مش هن عم بيقلدوا يعني بيجربوا قد ما فيهم يوصلوا الكاركتير اللي انعمل بالتركي ففي ناس للاسف بكونوا مهضومين عم بيطلعوا تقال الدم في ناس بكونوا جيدين بالتمثيل بتحسهم عم بيسمعوا بيزعل عليهم ليليان نمرة راضية عن الدراما اللي عم تتقدم حاليا ان كان التركية المعربة او اللبنانية او المشتركة رأيك في اعمال حلوة وفي اعمال لا بس انه حرام يعني هالكد المصاري على ليه يعني نحن كلنا بالعالم العربي عنا كتاب وعنا مخرجين وعنا ممثلين قادرين انه ليه بدنا شو بقولوا نعرب ليه بدنا نعرب قادرين آخر شيء بالدراما شفناك بالموت على الشاشة بدور مش كوميدي دور درامي ليش قليل شو هيدا برديت ليش قليل ليلو كرمال لتقدم دور درامي ليش شو ليه قليل لتقدمي دور درامي لا حسب ما بينعرض لك أوقات بيتقدم لي بس ما بيكون الدور حلو عرفت يعني الدور ما بيقدي لا في رسالة ولا بوصل لمطرح ولا شيء شو بدي فيه عرفت ليك هلأ بدي أقول لك شغلة يعني الله ينجينا من كلمة أنا أنه في أشخاص كتير أنا بأكد ما ممكن حدا يرفض بسنتين ونص سبع أعمال ولا ممكن وبعرف في ناس كتير وبعرف أنه هيدا غلط لأنه نحن هلأ صرنا بوضع ما فينا نقعد بلا شغل بيضطر الممثل ساعتها ياخد شو ما كان تعيش دلقول إن شاء الله ما اضطر اخد عمل كرمال المصاري بفترة الحرب وما بعد الحرب والتراجع على الدراما راحوا الممثلين على الدوبلاج تعيشوا ايه؟ انت قلتي لي هلأ انه ما شاركت بالدوبلاج انا لانه ما انطلبت اول ما بلشوا وكان صاروا هن قبضيات كتير انا بحكي الدغري صاروا كتير قوية بالدوبلاج لما طلبت بعد سنتين ألبير كيلو الله يرحم تراب المخرج ألبير كيلو طلبني رحت مشوار حسيت حالي لما فتت كأني غريبة لأنه هني صاروا مثل الفريق ومعودين على بعضهم لفتت الكل إلي بفوتي أنا حسيتها غريبة كأنه حدا غريب فايت يعني
عرفت يعني ما بي يعني ما عادت عادت ساعتين ثلاثة وشفته كيف عم بيشتغل وهو كتير كان عم بيشجعني انه لازم يا ليليان وعلى القليلة بتطلع مصروفك وهيك ما بعرف ما بتفكري بالمصروف ولا بالمادية. انتبه انا وقت الدعايات بيجيبوني او الافلام اللي بنكون عم نصورها بكونوا مضروبين وهيك بنروح من دبلج بيخوتوا انه ليه ما بعمل دوبلاج يعني بيطلبوني اوقات لاعلانات بتكوني باللهجة غير اجنبية او شيء دبلجة بصوتي بينصدموا يعني بيقولوا لي انت اريح وحدة بتفوت بتزت وبتفلي. في ناس صار لهم سنين بيعملوا دوبلاج دعايات بهالكون بس انا ما بعرف يعني وما عاد يعني ما عاد صارت لي. ليه ما تجدد تعاملك مع ايجل فيلمز؟ ما في طلبوني لعمل بس انا كنت مسافرة. طلبوني من بعد للموت لعمل بس انا كنت سأبت انه اتفقت على كرمال الولد وماضي الكونترا. يعني علاقتكم منيحة؟ ما في شيء انا وايجل فيلمز شو بدكم؟ لا انا عم تشوف غياب انتبه. لا بس بدي اقول لك شغله ما في حدا جرب اطلع منه ابدا انه يكون في زعل ولا ممكن لانه قيل انه انحذف من مشاهد كبير الموت فما بعرف اذا هالشي صح او لا. لا ابدا لا يعني المشاهد مثل ما هي مغلبط. مين موصل لك؟ اللي موصل لك مغلبط مغلبط بالمسلسل. لا انا حذف لي مشاهد كتير بغير مسلسل وهي مسلسل ما بدي اقول لانه انا بعتبره انه انا اشتغلته من قلبي كتير كتير وانا كتير كنت حابب الدور وكان دور جديد ولا مرة لعبنته بس انا زعلت من طريقة تشحيل المشاهد لانه اصلا انا بالمسلسل كله كان لي شيء 40-45 مشهد هي اللي يصيروا 28-25 زعلت كتير ومش زعلت انه تبه مش انه شايلت المشاهد اخر همه زعلت انه لما تكون بالمشهد وانت عم تحكي والكاميرا مش عليك يعني حتى بمشاهدك. طب ليش هيك بيصير؟ ما عارف بحق له المخرج يشيل مشاهد بحق له مثلا ما يحط انه ولا هون بيكون في بمطرح معين انتقاص لقيمة الممثل. بالزمانات الله يرحمك يا عليا اشتغلت عليا مسلسل من مسلسل من اهم المسلسلات بس خلص المسلسل لقيت امي انه نص مشاهدها طايرين مشاهدها صعبين وبكي وقت العليا كانت عم تسوي المسلسل كان عندها شو بقولوا لها زنار ناري بتعرف الوجع والموت كانت ميتة هي عم تصور. فبعد سنتين شفت المخرج أنا كانت عليا توفيت تقول لك حرقة بقلبي وحرقة بقلب عليا ليه هيك عملته؟ هلا ما تاخد الكلام على هيدا العمل هيداك انه اوقات بيصير في قصص بس بيصير في حرقة بالقلب. قال لي اجا ضغط انه ينشال مشاهد لأمك لانه أمك بالع الكل بالمسلسل وعليا بتبلع قد ما نكروا. وليليان خي ما بدي انا ابلع انا بكفيني ليكس ليليان بتبلع الكل. اذا ما بدي ابلع اكتر عم بعمل دايت هلا ما بقى فيني الله يوفقك. ليليان بتبلع الكل بالمسلسل. لا يا خي ما ببلع حدا دخيلك كل واحد بالعكس. ليك بدي اقول لك شغله مره انا عرض علي مسلسل كان كوميدي وخي بدي يكون كوميديان يعني مخيف عم بقرا النص شو هيدا مين بده يجيبه دور خي فجيبوا حدا منه كوميديان نهائيا فدقيت له المدير الانتاج قلت له يا زلمه شو بك ما بدنا نقطع برزقته للزلمه اعطوه دور تاني بس منه راكب للدور من الكاستنج. قال له شو فرقاني معك انت مبصي انه منه كوميديان قدامك. قلت له شو عم تحكي انت لك هيدا منه كوميديان هيدا بغرقني تحت سابع ارض اكبر ممثل ما بيقدر يشقل حاله اذا اللي قبالك منه قبضاي ما بالعكس انا كتير بكون فرحاني انه اللي قبالي قوية اذا ما كان اللي قبالك قوي تلعبوا بين بون صح غير ما انه يقولوا والله ليك شو قوي ولو ليك شو قوي ليك كيف عم تلعب قدامه غير ما تقول ما ليك هذا شو خروق اللي عم بمثل. الاجر المادي كان سبب كمان لرفضك احد يعني الاعمال يلي انعرضت عليك من هالسبع اعمال؟ في ثلاث اعمال كان سبب المادي اكيد. في بسعر ما بتساوم عليه لو الدور حلو؟ لا مش بتساوم عليه بس ما بتحس انه في استكراد ببعض المطرح
طب اوكي ليليان نمرة قلبها طيب ومنيحة وبتساير وبتساعد بالعمل وبتركض وبتعمل تياب طب ما تركبوا على ظهرها يعني. ليك الشغلة اللي ما ممكن نوافق عليها رالف يعني ما بدي انا نجيب لعمل بس لاني ليليان نمرة لانه اسمي بجيب ريت وانت بتعرف اذا اسمي بجيب ريت ولا لا اكيد اسمي بجيب ريت ولا لا بالبرامج وبالمسلسل كتر خير الله فلا ما بيقبل انا يعني انا بدي نجيب لانه انا اللي نمر لاني انا ممثله انا جايبيني كرمال قد هيدا الدور بعدين ما فيك انت اجي انا اخذ عملي اللي اوكي انا بعرف انه الناس زبطي على ذوقك شو زبطي على ذوقك ما فيك تزبط شيء انت عزوك انت لما بتفوت على السات اوقات شخص واحد بالسات بوقف لك كل الشغل شو بدي زبط عزوقي اذا ما كان من الاساس النص متين ما فيك تعمل فيه شيء ما فيك بالعودة للألقاب واصلا انعرضوا الاعمال وشفنا بالعودة للألقاب انعرضوا الاعمال وشفنا الدور اللي انا كنت بدي اخده اي دور ما كيف بدي اعرف ما بين لا مش العمل يعني من أصل 7 صار معروض 5 وشفنا يعني ما ندمت إنه أبداً ما بندم ليك حبيبي أنا وعم بقرأ النص أنا ياما قبل اعتذرت أنا عمل وقل له ما تزعل مني العمل كله ما رح ينجح مش إنه دوري ما أنت على الورق طب وين خبرتك وين سنينك ما بتعرف على الورق إذا هيدا المسلسل رح ينجح أما لا يا رعل انت عم بتحضر هلأ الاسئلة اذا بتراجعهم ولاحظت انه في كذا سؤال ما قالهم طعمي ما بتشطبون بلا اكيد طب ما واحد عنده خبرة طب انا اذا انا عن نص ما عرفت انه هيدا ما رح ينجح وفعلا المسلسلات لانهم ما رح ينجحوا ما ينجحوا ويدقولي قولولي ان انا عرضك كيف عرفتي ما انت وعم تقرا من نحن مش هبلين على الورق بتعرف مش بس دوري اليوم مين تفاحة الدراما اللبنانية اذا ليليان بدها تطلق هلأ بقى حدا تسمح لي انه ما اعطي اسم ليه لقلك ليه ما في حدا هيك بيبقى لا تكون انا بحبهم كلهم وبحترمهم كلهم وبقدرهم وهن بيعرفوا هيدا الشيء انا